مسابقة أجمل صوت لرفع الأذان أيضاً في شهر رمضان راح تقام في المدينة المنورة. المركز الأول راح يحصل على 2 مليون ريال. راح إن شاء الله نحاول قد ما نقدر نتواصل مع رئاسة الحرمين مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إن إذا أمكن أن الفائز في هذه المسابقة يحظى بشرف أهم من الجائزة، وهو على الأقل لمرة واحدة أن يتشرف أن يؤدي الأذان في المسجد النبوي الشريف إن شاء الله. أيضاً على مستوى العالم أي مسلم ممكن يشارك في جميع دول العالم.